هذا السائل يقول: من وقع في ذنب ترتب عليه اللعن والإبعاد عن رحمة الله، هل تقبل منه سائر العبادات من الدعاء والصلاة والتوبة؟ أي نعم، إذا وقع في معصية وعنده طاعات فطاعته صحيحة ويأثم على المعصية، يثاب على الطاعات ويأثم على المعصية، إلا إذا كانت هذه المعصية تقتضي الكفر، إن الكفر يحبط الأعمال. أما إذا كانت المعصية لا تقتضي الكفر فهو يأثم بها ويعذب عليها، لكن طاعته صحيحة. نعم.